يعني يبدو أن الرئيس الجمهورية يحاول بالفترة الأخيرة أن يجد له دور، يعني بشكل أو بآخر بعد أن انتهى كل شيء، بعد أن قاربت الانتخابات على وشك أن تأتي، وبالتالي مرة يطرح مدونة السلوك الانتخابي، مرة يفضح العراق ويأتي بعدد من شخصيات جامعة الدول العربية وغيرها فيما يخص قصة استرداد المال المنهوب. يعني غريب هذا الكلام. أولا يعني التقرير كان جميل، يعني يتحدث عن بحدود أكثر من 378 وثيقة شرف لم تلتزم بها جميع القوى السياسية، فلا نعلم عن أي مدونة سلوك يتحدث السيد رئيس الجمهورية. أولا هذا الموضوع قد يكون له بروباغندا إعلامية أكثر من ما هو واقعا على الأرض، بالتالي مسألة عملية التسقيط ما بين الخصوم، ما بين الفرقاء المتنافسين في الانتخابات بدأت مبكرا أصلا منذ فترة طويلة. يعني نلاحظ أن ما يحدث اليوم في الشارع من عملية تمزيق اللافتات وتمزيق الصور ومحاولة استخدام يعني وهذه سلوكيات أستاذ حيدر الموسوي، هذه السلوكيات ألا تتطلب يعني التزاما أخلاقيا ما بين الجميع؟ يابا تعالوا يعني ليش نمزق الصور، ولماذا نشتري الانتخابات، لماذا نبتز الناس، لماذا نقوم بواجبات دولة؟ خلينا نسولف بوضوح عن مدونة مو ضرورية في هذه المرحلة. لا الموضوع يعني الموضوع مهم جدا أن يكون هنالك ميثاق، أن يكون هنالك التزام من قبل المتنافسين في الانتخابات فيما يخص شفافية التنافس، الصراع فيما بينهم، بعيدا عن قصة التسقيط، بعيدا عن قضية الابتزاز، بعيدا عن قضية استغلال المال السياسي الذي أتى من قضية نهب عدد من المؤسسات والوزارات التي ابتلعت من قبل الأحزاب. لكن عندما يتحدث السيد رئيس الجمهورية وهو يعرف جيدا بما يحدث، يعرف كل شيء، وهو جزء من عملية أصلا من النظام السياسي وجزء من عملية السياسية التي يعني شاعت فيها كثيرا من تلك المشاكل وتلك المؤشرات فيما يخص قضية عدم التنافس الشريف في كل دورة انتخابية، بالتالي يطرح هذه المبادرة على من؟ أولا قد يطرحها على بعض النخب الفكرية، النخب الثقافية التي تقول نعم نحن نحتاج إلى هكذا مدون، لكن يعني نتحدث عن مدى تطبيق هذه الفكرة من الأصل، من يلتزم بها أصلا من قبل جميع المرشحين للانتخابين؟ بالتأكيد لا قطعا، كل الجميع الذين اشتركوا في هذه الانتخابات هم يحاولون بشكل أو بآخر الوصول إلى مجلس النواب تحت أي طريقة وأي صورة، سواء كانت من خلال المال، من خلال شراء البطاقات الانتخابية البيومترية، من خلال عملية الضغط والترهيب وغيرها من الأمور. هذا واقع، هنالك جهات سياسية تنفق أموال كبيرة على حملتها الدعائية، مليارات الدولارات أنفقت، وبالتالي تريد منها أن تلتزم بما يطرحه السيد برهم صالح في فقرتين في مدونة السلوك. هذه نكتة.